إمبراطورية دونالد ترامب المالية مهددة بالانهيار، وقد يصبح الرئيس الأمريكي السابق والمقبل على الانتخابات مفلساً. غرامة مالية ضخمة مجبر على دفعها ولا يمتلكها مطلقاً. 464 مليون دولار فرضتها عليه محكمة نيويورك بعد إدانته في قضية الاحتيال المدني، أي تضخيم ثروته، لتحصيل قرض بشروط أفضل. ترامب لم يستطع الطعن بهذا القرار، ومحاموه أكدوا عجزه عن السداد، فإما أن يدفع المبلغ أو ستتم مصادرة ممتلكاته، بما يشمل ناطحة سحاب ترامب في الحي المالي المعروفة باسم ترامب تاور. وما يزيد أزمة ترامب سوءاً هو أن المدعية العامة في نيويورك لتيشا جيمس، التي تتمتع الآن بصلاحية الاستيلاء على ممتلكاته والبدء ببيعها في مزاد علني لسداد ديونه، تنتمي للحزب الديمقراطي سياسياً، وبينها وبين ترامب الكثير من الخلافات.